بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما تقدم في الأبواب السابقة أن شهر رمضان يصام لرؤية هلاله ويفطر لرؤية هلاله، وأنه يكفي في الدخول شهادة رجل واحد، وأما في الخروج فلا بد من شهادة عدلين. هذا بلا شك في حق أهل الإقليم الواحد الذي لا تختلف فيه المطالع، وإنما الخلاف في الأقاليم. هل إذا رؤي الهلال في إقليم من الأقاليم يلزم الناس المسلمين كلهم الصوم في هذا الإقليم وفي غيره؟ كل الأمة يلزمها الصوم لرؤية واحد في أي مكان من الأرض، أم أن كل إقليم له رؤيته فلا يصوم إلا برؤيته في مكانهم؟ وهذه مسألة هل تختلف المطالع أو لا تختلف، والصواب أنها تختلف. قال شيخ الإسلام بن تيمية: تختلف المطالع اتفاق أهل المعرفة. ما دام أنها تختلف المطالع فكل أهل إقليم يصومون لرؤيتهم ولا يصومون لرؤية الإقليم الثاني الذي يختلفون معه في المطلع. وهذه مسألة خلافية، ولذلك جاء بكلمة هل. قوله هل هذا إشارة إلى القولين في المسألة: هل يلزمهم الصوم وإن كانت تختلف المطالع، أو لا يلزمهم وإنما كل قوم يعملون بمطلعهم ولا ينظرون إلى الآخرين. هذه مسألة مهمة جدا. الذي عليه العمل الآن أنها تختلف المطالع، وأن كل إقليم فإنه له حكمه المستقل في رؤية الهلال. نعم. يعني شيخ، المعتبر في اتفاق المطالع ماذا نقول شيخ؟ الذي لا يختلف المطلع عندهم يصومون، يلزمهم الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. نعم، هذا الحديث فاصل في هذه المسألة، فإن كريبا أرسلته أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب وأم عبد الله بن عباس وإخوان، أرسلته إلى الشام لحاجة لها، وذلك في آخر شعبان. فقدم الشام في نهاية شعبان
أو في أواخر شعبان، فرأوا الهلال بالشام ليلة الجمعة، فصاموا وصام معاوية أمير المؤمنين في الشام بناء على الرؤية. فلما قدم المدينة سأله ابن عباس عن رؤية الهلال، هل رأيتموه في الشام؟ قال نعم، أنا رأيته ورآه الناس، وصام أهل الشام وصام معاوية. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لكننا رأيناه يوم السبت، يعني متأخرين عن رؤية أهل الشام يوم السبت، فلا نصوم حتى نراه. فهذا دليل على اعتبار اختلاف المطالع، فإن ابن عباس لم يعمل وهو في المدينة برؤية أهل الشام في دخول الشهر، فأهل الشام دخل عندهم الشهر ليلة الجمعة لأنهم رأوه، وأهل المدينة رأوا الهلال ليلة السبت فصاموا يوم السبت. هذا دليل على اختلاف المطالع، وأن لكل أهل إقليم رؤيتهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. النية لا بد منها في الصيام وفي كل عمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا كان العلماء يقولون الصيام هو الإمساك بنية عن سائر المفطرات، فلا بد من النية. فلو أنه ترك الأكل والشرب والمفطرات لكن بدون نية فإنه لا يعتبر هذا صياما شرعيا، وإن اعتبر صياما لغويا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل تشترط النية في بداية الصيام عند طلوع الفجر، أو أنه يفرق بين الفرض والنفل؟ نعم يفرق، فالفرض لا بد من النية عند طلوع الفجر، وأما النفل فيصح بنية من النهار إذا لم يسبق لها مخالف، كأن يأكل أو يشرب بعد طلوع الفجر. فإذا ما يشترط أن لا تتناول مفطرا بعد طلوع الفجر، ونويت في أول النهار ونويته نافلة فإنه يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما يأتي في الأحاديث، ففيه فرق باطن النية من أول اليوم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا في هذه الدروس المباركة من دروس شرح كتاب الصيام. سجل هذا لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.